تجربتي في الحياة مش تجربة سهلة. أنا مشيت حجة، عملت حجة، عملت عمرة، وفي فواياجاتي ثم مرة هبطت شفت البوذا كيفاش تحج، شفت الهنود كيفاش يحجوا في القنج، شفنا اليهود كيفاش يحجوا في الغريبة. زرت برشا أماكن في العالم متاع روحانيات، زرها فهمتي معناها كل أديان. دونك تتكون عندك معرفة كبيرة، تولي عندك قناعة أخرى. ثم حاجة برك قناعة راسخة عندي، فهمتي، لأني نجم نفقد الدنيا هذه في أي لحظة وحاضر. لا لا، ما حقيقة، لأني ناخذ الطيارات قداش من طيارة. ثم مرة تعرضت لزوز حوادث في الطيارات، مرة تحرقنا بينا رياكتور في السماء وهبطنا، ومرة أخرى طيارة زرقت بينا في البيست، خرجت من البيست فهمتي. ومرة أخرى معايا الأولاد في كوريا بعد ما طرنا في الديكولاج دخلها العصفور طحت، أي مازالت قاعد خشمها وطحت على خشمها فهمتي من قدام فهمتي. قعدت نستنى واش باش يصير، هي قاعد تجري على ساقها بعد فهمتي. معناها ساعات كي تعيش لحظات، في لحظة قلت لك رياكتور نغزل وش عارف في جنبي في الطيارة وانا نتفرج، لا حول ولا قوة في السماء. دونك قد ما منحب الدنيا ومتعبها وكذا، قد ما النجم نخسرها في لحظة، وهذاك علاش مش عامل نهار اسمال برشا.